أكيد صباحك سعيد وصباح سعيد لجميع المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بفقرة التغذية. اليوم موضوعنا لكل الأشخاص اللي بتحب شرب فنجان القهوة، وأكيد إنها تاخذ معه بسكوت صغيرة أو حبة تمر أو حبة شوكولاتة. اليوم رح نحكي عن فوائد هاي العادات، أضرار هاي العادات، وشو الأصح إنه نحن نعمله. طبعا نحن دائما نختلف على نسبة الكافيين اللي موجودة بأنواع القهوة المتعددة، ولأنه التركيش كافي أو اللي هي القهوة التركية هي الأكثر انتشارا عندنا ولكل الأشخاص بتفضلها، هي وللأسف أكثر نسب قهوة بتكون مكدس فيها الكافيين. الكافيين الموجود بفنجان واحد من القهوة التركي بيتعدى 100 ملغرام، فما ننسى للأشخاص اللي حابة إنها تحافظ على جسمها بالطريقة الصحيحة إنه نحن أكيد بنقدر ناخذ القهوة التركي مثل ما نحن دائما بنبلش نهارنا بفنجان من القهوة التركي، ولكن خلينا ننتبه انه نحن ما نتعدى الفنجانين او حتى كحد اقصى 3 فناجين باليوم لحتى انا اقدر اخذ الكافيين اللي انا بدي اياه، ولكن يكون ضمن نسب معقولة. فإذا لكل الأشخاص اللي بتحب هاي القهوة أكيد هي مفيدة، فيها إلها فوائد على الجسم، ولكن بنفس الوقت الكمية إلها تلعب دور كبير. للأشخاص اللي بتحب إنها تاخذ الكافيين، ما ننسى كوب المي اللي أكيد لازم دائما يكون مع فنجان القهوة التركي، لأنها من القهوة اللي فيها نسبة ترسبات عالية ومن القهوة اللي بتكون مركز كتير. فأكيد إحنا حابين إنه نحن نستمتع بفنجان القهوة، ولكن بنفس الوقت خلي كمان جسمنا ما ينضر من عاداتنا اللي نحن عم نعملها. دراسة جديدة أثبتوها عن شرب القهوة، وخاصة الأشخاص اللي عم تشرب القهوة قبل ما تروح على الشغل. دائما نحن بالعادة بنشرب القهوة الصبح ما بين الساعة 7، 8 أو 9. دراسة جديدة عم تثبت أنه جسمي عم بيفرز هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، وبنفس الوقت هرمون الكورتيزول اللي بيعطيني طاقة كبيرة بالجسم. فهدول الأشخاص اللي عم بياخدوا فنجان القهوة ما بين الساعة 7 للساعة 9، للأسف هاي هي الأوقات اللي جسمي بيفرز فيها هاي الهرمونات. هرمون الكورتيزول هو الهرمون اللي مسؤول عن الطاقة، واللي هو أكيد بيعمل على رفع نسبة الطاقة اللي عندي بالجسم. لما نحن ناخذ الكافيين مع إفراز هذا الهرمون، اللي رح يعمله أنه الكافيين رح يطغى على هذا الهرمون ورح يقلل من نسبة إفرازه عندي بالجسم. أكيد هو بيزيد من الطاقة، والكافيين نفس الوقت بيعمل على تنبيه الجسم، وعشان هيك بصير عندي كومبيتيشن أو تضارب ما بين مفعول الكورتيزول اللي جسمي عم يفرزه وبنفس الوقت مفعول الكافيين اللي أنا عم بلاقيه بالقهوة. فلكل الأشخاص اللي حابة تستمتع بفنجان من القهوة أكيد الصبح، خلينا نخلي استهلاكنا للقهوة يبلش بعد الساعة 9:30 الصبح، خاصة إذا كانت القهوة من القهوة التركية، لأنه هاي القهوة بتعتبر من القهوة المركزة، نسبة الكافيين فيها من أعلى النسب هي والإسبرسو، وبنفس الوقت نسبة التركيز اللي فيها كتير عالية. اما بنيجي بنحكي عن الاشخاص اللي بتحب تستمتع، اكيد بحبه من الشوكولاته مثل ما نحن شايفين، جايبين معنا بسكوت بشكل صغير، جايبين معنا شوكليت، جايبين معنا بسكتس محشيه بالشوكولاته البيضاء او الشوكولاته السوداء، وبنفس الوقت جايبين معنا معمول التمر. كثير منا بيعتقد انه انا اذا اخذت حبه معمول او حبه من البسكوت مع فنجان القهوه فهذا الشيء مفيد لصحتي وانا مش عم بكون باخذ سعرات حراريه، ولكن المعلومه الصادمه اللي رح نشوفها انه 3 حبات من اللي أنا جايبتهم معي اليوم من البسكوت هن بيعادلوا تقريبا سندويشة كاملة أنا ممكن أخذها الصبح. الساندويتش ممكن تكون مكونة من رغيف من الخبز مع نفس الوقت عم نحط فيه جبنة أو لبنة أو حتى تركي أو أي نوع من التعباية ممكن أعبيها بالسندويشة. فعم نلاحظ أنه أنا عم باخذ نسبة سعرات حرارية عالية كتير، ما عم تعطيني نسبة شبع لمدة طويلة، وأكيد هذا الشيء رح يخليني أخذ وجبة أدسم على وجبة الغداء. فخلينا ننتبه أنه الأشخاص اللي عم بتحب أنها تستهلك الحلويات الصبح لازم انه نحن ناخذ الحلويات اللي عم تيجي من مصادر سكر طبيعيه. كل اللي نحن جايبينه معي اليوم هي للاسف مصادر سكر غير طبيعيه ومش هي المصادر الصحيه. طبعا فاحنا اذا حابين انه ناخذ المصادر الصحيه لازم دائما نلجا للمصادر الطبيعيه من الاطعمه. الأشخاص اللي عم تاخذ حبة البسكوت الصبح أو عم تاخذ المعمول أو أي نوع من الشوكليت، لأنه السكر اللي فيها غير طبيعي وبتحتوي على نسب عالية من السكروز، رح نشوف إنه جسمي رح يطلب السكر أكثر خلال اليوم. فلكل شخص عم يعمل هاي العادة إنه عم ناخذ فنجان القهوة مع حبة من الشوكليت، حبة من الكيك، حبة من السكر أو الحلويات، رح يكون جسمي عم يطلب نسب السكر أعلى خلال اليوم. هاي الدراسة طبعا أثبتتها دراسة في جامعة البريطانية اللي عم تورجي إنه نسب
السكر إذا عم نستهلكها بشكل أكبر خلال وجبة الفطور رح نضل طول اليوم عم نحتاج وعم نتطلب نسب أكبر من السكر خلال اليوم إذا كان على وجبة العشاء أو حتى وجبة الغداء. فخلينا ننتبه أنه نحن صحيح أنه نحن ممكن أذواقنا تفضل أنه نحن ناخذ السكر مع فنجان القهوة، ولكن ليش ما نلجأ لمصادر السكر الطبيعية؟ كل الأشخاص اللي بيراجعوا دائما عندي بالعيادة بنصحهم إذا نحن بنحب ناخذ شيء حلو على الصبح ممكن أنه نحن دائما نلجأ لمصادرنا الطبيعية من الحلو، واللي هو نلجأ لأنه نحن ناخذ التمر. التمر الموجود فيه السكر هو الفركتوز، نفس السكر الموجود بالفاكهة، وأكيد نسبة السكر فيه عالية بعضا ما، بيحتوي على 3 حبات من التمر تقريبا 90 سعرة حرارية اللي هي ما يعادل نصف رغيف من الخبز المفرغ، ولكن بنفس الوقت السعرات الحرارية الموجودة من التمر عم تيجي عندي من السكر الطبيعي والسكر الناتشرال اللي جسمي بيعرف يتعامل معه بطريقة أسهل. فدائما أنا إذا حابة أخذ شيء حلو الصبح يفضل أنه يكون من التمر أو السكر الطبيعي اللي موجود من التمر، وأكيد مقرون مع فنجان القهوة ما في أي مشكلة. فما ننسى إذا حبينا ناخذ قهوة تركية 2 فنجان ل3 فناجين باليوم هو الحد الأقصى، لأنه نسب الكافيين فيها كتير عالية، لنحافظ على 300 ملي جرام باليوم. إذا حبينا ناخذ شيء حلو خليه دائما يكون من المصادر الطبيعية مثل حبات التمر اللي هو 3 حبات من التمر الصغير السكري، أو اللي هو بعادل 1 من التمر الكبير اللي هو الرطب. للأشخاص اللي بتحب إنها تاخذ البسكوت الشوكليت أو إلى آخره من الحلويات خلينا نلجأ لهم بمنتصف اليوم، وأكيد بكميات صغيرة. شراء دائما الكميات الأصغر من الحلويات ولحجمها بيكون أصغر بيجعل استهلاكي لها أكيد أقل، وممكن إنها حبة أو حبتين تكفيني بدل ما إنه نحن ناخد كميات أكبر. وما ننسى إذا عم ناخد السكر المصنع في وجبة الفطور إن كان من الكيك البسكوت أو الشوكليت، هذا الشيء رح يزيد قابليتي على السكر خلال اليوم، رح يزيد من استهلاكي للسعرات الحرارية، وأكيد رح يؤدي إلى زيادة الوزن. إن شاء الله نكون استمتعنا بهاي المعلومات التغذوية. أكيد رح أكون معاكم يوم السبت لنحكي بموضوع تغذوي جديد، وما ننسى كمان بيوم الأيام رح نحكي عن الموضوع اللي سرين طرحته اللي هو عم يجي بذور التمر اللي عم يعملوا منها كافيين، وأكيد رح نوفيكم بكل هاي المعلومات بفقرة التغذية. شكرا لكم، بنعود لنسرين ونهاركم سعيد.